حياكم الله مشاهدينا، ونبدا معكم مساحتنا الحواريه. وباسمكم نرحب بالسيد راجع خوري، كاتب ومحلل سياسي من لبنان الشقيق. حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا استاذ راجع، وايضا تواجدك في بلدك الثاني الكويت. اولا شكرا على الاستضافه، وثانيا انا سعيد جدا اني في الكويت، وثالثا انا بستغل هالمناسبه حتى امسي على كل الكويتيين اللي نحن بنحبهم قد ما انتم بتحبوا اللبنانيين. الله يسعدك. نحن بنعرف انه بتحبوا لبنان مثل ما نحن بنحبكم. اذا مشاهدينا الكرام، سوف يحاورنا السيد راجع خوري حول افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي 15 لمجلس الامه، ولكن بعد متابعه هذا التقرير. إذا أستاذ راجع، حدث برلماني ديمقراطي مهم جدا، نتساءل عن أهمية مشاركتك في هذا الحدث. أولا الحدث مهم أكثر من مشاركتي، الحدث هو محطة أساسية في المسار الديمقراطي المميز في الكويت، وهو مهم جدا لسبب كثير بسيط. أولا لأنه يؤكد فعلا على أن الكويت ترفع عاليا راية الديمقراطية البرلمانية في العالم العربي، وخصوصا في هذه الفترة التي تراجع فيها الديمقراطيات في أمكنة كثيرة ومنها لبنان تحديدا. مشاركتي بتعز علي أنا، لأنه بفتخر أني فعلا شارك في هذا الموضوع لسبب كتير بسيط وأساسي، وهو أنه نحن متمسكين بالديمقراطية ونفتخر في أن الكويت ترفع هذه الراية من الديمقراطية. وبعتقد هذا ليست محطة مهمة للكويتيين وللمسار السياسي الديمقراطي في الكويت فحسب، هيدا أمر مهم جدا للعالم العربي، لأنه هيدا مدرسة وهذه مدرسة أساسية يفترض أن يعني ينظر إليها بشكل كتير إيجابي، بحيث أنه يعني نحاول أنه ننمي الديمقراطية في العالم العربي، خصوصا أنها بتراجع. صحيح. الأمر الثالث والأساسي أنه هذه المحطة مؤصلة وأساسية لدرجة أن حكومة الكويت مشكورة تحرص على دعوتنا نحن كصحفيين حتى نحضر هذا الحدث اللي هو كثير مهم للتأكيد على مدى التزام الكويت ومدى عمق التجربة الديمقراطية البرلمانية في الكويت. فهودي كلهم، اللي أهم من هولي كلهم، أن هذه المناسبة كما أنا أعرف تقريبا أنها مناسبة يتحدث فيها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صباح، وبعتقد يعني أنا إلي حظ أني هذه تاني مرة بحضر هذه المناسبة، وسبق حضرتها بال 2015. يعني كلام صاحب السمو في هذه المناسبة مش بشكل تأصيل ودعم للتجربة الديمقراطية البرلمانية بالكويت فقط، بس بشكل نوع من الدرس إلى كل العالم العربي اللي يعني بحاجة فعلا إلى ممارس هذا النوع من العمل السياسي المسؤول، اللي بعتقد عطى نتائج ممتازة في الكويت. سيد راجح، لو نتكلم عن دور الإعلام في خلينا نقول إبراز مثل هذه الفعاليات الديمقراطية واللي تشهد اهتمام كبير من كل الأوساط. يعني أولا بعتقد الإعلام الكويتي مش مقصر في هذا الموضوع. الإعلام الكويتي اليوم يعني هو تقريبا مثل التجربة السياسية عندكم. حلو. أنا بعرف أنه الإعلام عم يعني خصوصا الإعلام المكتوب عم يتأخر في العالم كله، لكن في الكويت تحديدا الإعلام المكتوب ووسائل التواصل الاجتماعي بحالة ممتازة وجيدة، وبعتقد هذا له سببين يتعلقان هالسببين بأولا بحكمة النظام السياسي في البلد. بأي معنى؟ بمعنى أنه هذا النظام السياسي يحفظ إطار الحريات لدرجة أن هذا الإعلام يمارس دوره بكثير أريحية وبكثير حرية وبمساحات مفتوحة. ونحن بنعرف تماما ومنتابع الصحافة الكويتية، هي صحافة متقدمة حتى على الصحافة اللبنانية اليوم. الأمر الثاني أنه الدورة الاقتصادية، المستوى الاقتصادي في الكويت محفوظ لدرجة بما يدعم هذه الوسائل الإعلامية، وبقاء هذا المستوى الاقتصادي مرتبط بالنظام السياسي. نعم. وبإدارة النظام السياسي في الكويت. نعم.
فمن شان هيك انا بعتقد انه الدور الاعلام كثير مهم في هذا الموضوع. نعم. مشاركه الاعلام العربي مهمه لانها بتنقل هذه الصوره بما يغري العالم العربي في في يعني حذو هذه التجربه في الديمقراطيه البرلمانيه، بوقت انا بعتقد انه لا يخلص هذا العالم العربي سوى هذا النموذج من العلاقة الممتازة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اللي عم تتفاعل بشكل كتير إيجابي وممتاز بالكويت. إذن أستاذ راجح، ذكرت الإعلام الكويتي ودور الإعلام الكويتي. نعم. برأيك يعني من منظورك كيف ترى أو المشهد الإعلام الكويتي في دعم القضايا نقدر نتكلم عنها المحلية والإقليمية؟ اولا الاعلام الكويتي مثل ما حكيت قبل شوي، الاعلام الكويتي احنا عم نتابعه، يعني اليوم انا مثلا في الصحف الكويتيه لفت لي نظري بشكل كثير اساسي الحكي عن الشفافيه والاهتمام بموضوع الشفافيه. موضوع الشفافيه موضوع بيهم كل العالم، بيهم الكويتيين وبيهم اي نظام سياسي طبعاً في العالم. بالكويت طبعا الصحافه حريتها مطلقه، أنا بلاحظ أنا صحفي قديم وبعرف حريتها مطلقة وإبداء الرأي حر إلى داخل درجات الحرية، وبعتقد أنه أحد قواعد الديمقراطية وأحد قواعد الأساس في العمل الإعلامي أن يكون للإعلام هذا الدور في خلق نقاش عام حول المسألة السياسية ومسار السلطة السياسية. وبعتقد يعني الصحافة الكويتية اليوم متقدمة على أي صحافة عربية، ما بدي سمي لأنه إذا بين المحيط والخليج إذا بدنا نراقب شو وضع الإعلام، بعتقد أنه مثل ما قلت قبل شوي يعني الإعلام الكويتي رافع راية الحرية والديمقراطية أكثر من أي إعلام آخر، بما فيهم الإعلام اللبناني اللي كان وقت ما وقت متقدم لكن للأسف يعني بهالأيام. خلنا نتكلم أستاذي بالنسبة ل التجربة الديمقراطية الكويتية كما تراها أنت ككاتب ومحلل سياسي. يعني الكويت بالأساس قاطرة أساسية في العمل الديمقراطي. يعني عم نحكي عن تجربة عمرها 60 سنة. نحن بنعرف أنه الكويت تجربته في العمل الديمقراطي تجربة قديمة ورائدة وممتازة، وكنا نقول دائما انه الكويت ولبنان هما يعني قاعدتي جسر الديمقراطيه في العالم العربي، بمعنى انه لبنان يمارس الديمقراطيه البرلمانيه، الكويت تمارس الديمقراطيه البرلمانيه بشكل متقدم جدا. الكويت حافظ على هذا الدور، اصل هذا الدور، عمق هذا الدور. كل الحيويه القائمه في العمل الديمقراطي البرلماني بين السلطه وبين معارضه وكل ما نراه من تفاعل في الكويت في هذا الإطار هو يخدم الديمقراطية بالتالي، لأنه هذا الجدال وهذا النقاش اللي بيتم. نعم. هذا يصول ديمقراطية. نعم. من أجل هيك أنا بعتقد أنه التجربة الديمقراطية الكويتية مهمة لسببين، مهمة أولا لأهل البلد ومهمة للنظام السياسي للبلد، مهمة لمستقبل الكويت، مهمة للوضع العام في الكويت، مهمة للوضع الاقتصادي في الكويت، مهمة لدور الكويت، ومهمة أكثر بأن يعني بمحيطها الإقليمي صح يعني تخلق نوع من بدي أسميها عدوى، مش حلوة كلمة عدوى، تخلق نوع من يعني دفع في هذا الاتجاه. لأنه إذا كانت الكويت متقدمة ومزدهرة ومستقرة بسبب ممارستها الديمقراطية بهذه الطريقة، بعتقد أنه أي عالم عربي أو أي دولة عربية ممكن تكون قدوة لها مثلاً، نقدر ستكون قدوة. نعم. لها يعني. وبعتقد أنه هذا أمر جيد جداً طبعاً ومهم جداً. نعم. إذن كيف ترى دور الكويت على الصعيدين العربي والعالمي؟ دور الكويت على الصعيد المحلي واضح تماماً. نعم. ومتقدم حكينا عنه. نعم. على الصعيد العالمي دور الكويت مميز وبكثير من الواقعية وبكثير من التواضع. خلينا نقول وقت اللي الأمم المتحدة بتقرر أنها يعني تسمي صاحب السمو أمير البلاد قائدا إنسانيا. نعم. وأنها تعتبر الكويت مركز إنساني، وبعرف تماما أنه هذا يعني هذا الأمر جاء على خلفية تاريخ من الممارسات الإنسانية والمتقدمة. نعم.
وبعرف جيدا انه بانكيمون الامين العام السابق للامم المتحده عندما قرر ان يعقد مؤتمر يعني المانحين للشعب السوري لم يجد اي دوله قادره على استضافه، مش بس استضافه قادره على استضافه وانجاح هذا المؤتمر بمقدار الكويت لسبب كثير بسيط، لانه امير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح هو صاحب مدرسه عالميه في العلاقات الدبلوماسيه والحكمه، ونسج للكويت وللعالم العربي شبكه من الاتصالات والعلاقات الراقيه والمميزه جدا بجعله انه يتميز ويعقد هذه سلسله من المؤتمرات المهمه جدا. صحيح. واللي لي حظ انا اني حضرت بعض منها، سواء فيما يتعلق بدعم الاخوه اللاجئين السوريين، سواء فيما يتعلق بالعلاقات العربيه الافريقيه، سواء ما يتعلق بالعلاقات العربيه الاسيويه، واحد اهم مؤتمر مؤخرا، يعني تصوري ان الكويت تعقد مؤتمرا لاعاده اعمار العراق. نعم. يعني بهذا المعنى يعني الديمقراطية الكويتية هي مدرسة. نعم. ومدرسة تحتذى ويعني ودائما نحن ننظر إلى هذه المدرسة بكثير من الإعجاب، ونتمنى لها يعني وسع الآفاق إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. سيد راجح، لو نتكلم على دور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابري صباح حفظ الله ورعاه، نتكلم عن دوره السياسي والإنساني، تكلمنا عنه. يعني أولا صاحب السمو هو يعني بدي استعمل كلمة، هو المهندس الأساسي والأكبر لكل صاحب حنكة وحكمة لكل هذه المسيرة. صحيح. هو صاحب المدرسة الدبلوماسية العريقة. صحيح. في العالم. نعم. صاحب مدرسة معروفة يعني في العالم العربي وفي غير عالم، ونحن بلبنان بنعرف بوقت من الأوقات كان عضو في اللجنة السوداسية لإنقاذ الوضع في لبنان. نعم. كما أنه هو يعني صاحب أيادي بيضاء في كثير من المبادرات والأعمال الإنسانية والدبلوماسية، وهو صاحب حكمة أساسية في إدارة النظام الكويتي وفي إدارة الكويت وفي محافظة على أمن الكويت وعلى اقتصاد الكويت وعلى حرية الكويت بالوقت اللي الحريات في العالم العربي نحن بنعرف شو وضعها، في المحافظة على التجربة الديمقراطية الحقيقية في الكويت. نعم. وأنا بتذكر تماما في 2015 تحديدا في 28 تشرين الأول 2015. صحيح. كان لي الحظ أن أحضر افتتاح مجلس الأمة واستمعت إلى صاحب السمو يقول كلاما أعتقد أن هذا الكلام يجب أن يقال لكل الشعوب العربية، عندما قال أنه يفترض أن ننتهي من النظام الاستهلاكي وأن نذهب إلى التنمية والتنمية الاجتماعية، وأنا أراهن على المواطن الكويتي كقيمة مضافة لهذا البلد. نعم. يا ريت أي نظام سياسي في العالم العربي ينظر إلى المواطن في العالم العربي على أنه قيمة مضافة إلى البلد كما نفسه. تفضل. نعم. وقال يعني صاحب السمو عمليا هذه تجربة غنية جدا، مش للكويت، هذه تجربة غنية لنا نحن. صحيح. كعرب، وغنية للعالم، وبعتقد تماما انه يعني اذا بتنظر الى وضع في الكويت في استقراره السياسي، في ممارسة الديمقراطية، في استقراره الاقتصادي، في تقدمه التكنولوجيا اللي عم يصير هلا، كنت عم تحكوا عن الالياف الضوئية. الحمد لله. اعتقد انه كل هذه كل هذه المنظومة من الإدارة الدولة طبعا هي عند صاحب السمو، صاحب الرؤية الحكيمة وصاحب النظر البعيد. صح. اللي فعلا يعني نحن هذا بنعتبره مفخرة للأمة العربية ومفخرة للتاريخ العربي. نعم. طبعا يعني أستاذ راجح كنا سعيدين جدا بهذا الحوار. شكرا. وطبعا نتمنى لك كل التوفيق في هذه المشاركة. نحن سعداء المميزة. شكرا لك. يعطيك العافية. إذن أعزائي متواصلين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل.